حيول جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. تواصل مستمر والتحديات تتواصل مشاهدينا. متابعينا الكرام نتواصل مع هذا الانطلاق المتميز والرائع والجميل، نسير مع الصدارة والبداية هناك مع المركز الأول مع مساحة سيبر مصبح الفطر الأخير يقدم لنا مساحة مع الصدارة والقيادة، بينما أفراح أحمد بن محمد بن سعيد مع المركز الثاني، بينما ثالث المراكز ومن الجانب الآخر أيضا تتقدم إشعار أيضا أبو منصور في هذه اللحظات تتقدم أيضا، هناك أيضا الظبي خليل بن سالم السهيل على خيلي مع ثالث المراكز، رابع المراكز النصيبة خميس بن عيسى بن روية على خيلي أيضا مع رابع المراكز ورابع التحديات، بينما خامس المراكز أيضا الوصول في هذه اللحظات الجميلة، وصلت الظفرة عمر برايد محمد بن سبت الأخيري أيضا مع خامس المراكز وخامس التحديات، بينما سادس المراكز والوصول في هذه اللحظات مع وزن ومبارك بن مطر بن عنودة العامري أيضا مع سادس المراكز وسادس التحديات الجميلة. تواصل مع الصدارة والمقدمة هناك مع الظبي لخليفة بن سالم السهيل الأخيري مع المركز الأول، بينما أفراح وأحمد بن محمد بن سعيد هناك أيضا مع ثاني المراكز، بينما ثالث المراكز وثالث التحديات أيضا مع الساحة وسيف بن مصبح بن مطر الأخيري أيضا مع ثالث المراكز وثالث التحديات الجميلة، بينما رابع المراكز أيضا الوصول والقدوم في هذه اللحظات أيضا من اللي واصل مع رابع
المراكز. يا سلام وين وين اللي واصل ايضا اشوف وتابع هناك مع رابع المراكز. وصلت ايضا الظفرة عمر بن راشد انسبت الاخير مقدمة لنا الظفرة مع رابع المراكز. خامس المراكز النصيبة خميس بن عيسى بن روية الاخير ايضا مع خامس المراكز. سادس المراكز ايضا العاصمة محمد الغفان بالعرطي الحميري مع سادس المراكز وسادس التحديات. ما شاء الله شوف الانطلاق شوف الانطلاق الرائع والجميل هناك مع البداية والصدارة الأولى. يا سلام هناك مع المقدمة. يا سلام الله يا الظبي خليفة بن سالم السيل الأخير. يا سلام الله يا أبو منصور يتقدم الجميع مع الصدارة والبداية الأولى مع هذا الانطلاق المتميز. يا سلام الله شوف التحدي شوف الانطلاق الرائع والجميل هناك مع البداية والصدارة. يا سلام بينما المركز الثاني المركز الثاني والوصول في هذه اللحظات. تابع لي مع المركز الثاني وصلت مساحة سيبر مصبح مطر الأخير مع ثاني المراكز وثالث المراكز أفراح أيضا أحمد بن محمد بن سعيد أيضا الواصلة مع ثاني المراكز ومع ثاني التحديات الرائعة. يا سلام شوف الانطلاق شوف الانطلاق الرائع والجميل. يا سلام يا سلام يا سلام وين وين رابع المراكز. أشوف هني بغافان وأشوف بروية أيضا مع النصيبة الواصلة في هذه اللحظات المتميزة. يا سلام يا سلام مع الظفرة أيضا مع سادس المراكز عمر برايد بن سبت الأخيري. ولكن عودتنا إلى الصدارة عودتنا إلى الصدارة. يا سلام عودتنا إلى المقدمة. يا سلام يا الظبي الظبي الفلا رمز العطاء ما شاء الله. يا الظبي اندفاع تلقائي اندفاع متميز هناك مع البداية. استراحت محارم مع الظبي استراحت محارم مع الظبي ما شاء الله وتبارك الله. شوف الانطلاق تفتتح الكيلو والمدر الخطير الكيلو الخطير مع الظبي. يا سلام يا ابو منصور يا سلام على هذا الرقص المتميز مع ابو منصور هنا مع البداية والصدارة. يا سلام على هذا التحدي المتميز هناك مع الظبي. يا سلام المركز الثاني المركز الثاني مساحة سيبر مصبح مطر الأخيري مع ثاني المراكز. ولكن بو منصور بو منصور مع الظبي بو منصور مع البداية. يا سلام يا خليفة يا بن سالم يا بن القطري الأخيري الله يا راعي الظبي الله على هذا الحضور. يا راعي الظبي حضور متميز هنا حضور رائع وجميل. سلامي عليك يا ابو منصور سلامي على هذا الرقص المتميز ما شاء الله. سلام ابو منصور سلام سلام ابو سمره سلام سلامي على هذا الرقص الرائع والجميل مع الظبي. هنا تقدم العرض الرائع والجميل مع خليه بن سالم السهيل على خيري ما شاء الله وتبارك الله على هذا الأداء الجميل ال 400 متر النهائية. مساحة واصلة مع ثاني المراكز ولكن خلاص الظبي طارت مع البداية انطلقت مع الصدارة الأولى مع البداية. ولكن مساحة مساحة واصلة مساحة. يا سلام لمن الانتصار لمن الانتصار سيبنا مصبح مطر. ولكن مساحة مساحة والظبي الظبي الظبي مساحة قادمة قادمة مساحة. يا سلام لمن الانتصار لمن الحضور لمن الحضور. يا سلام يا سلام الله يا مساحة مساحة سيبنا مصبح بن مطر الأخير. صباح الخير يا ابو مصبح على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني ايضا الظبي خليل بن سالم السهيل الخيلي مع ثاني المراكز. بينما ثالث المراكز والوصول في هذه اللحظات وصل شعار بن مغير مع متعب بن مبارك من جمع مغير الخيلي. بينما الظفر عمر واحد بن سبت الخيلي ووصولنا ايضا مع نداء مع محمد بن احمد الرؤيا الخيلي ووصولهم مع مدلله شطيط بن محمد بن شلبوت الخيلي. تهانينا والتوفيق على هذا الفوز والانتصار.